في أبهى صورها أصبحت حديقة الأسماك جاهزة لاستقبال زوارها في شم النسيم من خلال تطويرات بالحديقة شملت المداخل والمقاعد والمساحات الخضراء. بنقطع في الأشجار عشان الأطفال والزوار وكده عشان ما فيش حاجة تقع على حد، ويعني عشان شم النسيم وتجهيزه كده يعني. وبندعم في الأسماك وبنحاول برضو نزود في الأسماك برضو عشان الزوار والأخوة المسيحيين يعني يبقوا مبسوطين وكده. وبنهتم بالشوارع برضو في التنظيفات بتاعتها وكده، وإن شاء الله يعجب الجمهور بإذن الله. وفي تدعيمات جديدة وإنشاءات جديدة بإذن الله تعجب الناس كلها بإذن الله. في معمل أسماك هنا برضو بيحاولوا دلوقتي ينشئوا حاجات جديدة فيه، وان شاء الله بعد التجهيزات باذن الله على شم النسيم هيبقى كله تمام باذن الله. وفي بحيرات جوه لسه بينشوها هي، وان شاء الله هتبقى من احلى الحدائق باذن الله ان شاء الله يعني. بتذكره على قد الايد وتمنها لا يتعدى الخمس جنيهات بيستمتع الزائر بجمال الحديقه اللي تجاوز عمرها 100 سنه. كتير حلوه وتاريخ كتير حلو، شرح لنا الاخ اللي جوه عن ايام لها 150 سنه هاي الابنيه، وبالتالي الجوة التحف والأسماك المحنطة كتير حلوة، يعني بتعطي انطباع جيد كتير عن المنطقة وعن الحديقة. عجبني فيها الهدوء، التحنيط اللي جوه، الأسماك المتحنطة، الحاجات نوادر جوه أول مرة أشوفها، التاريخ بتاعها، مناظر بصراحة ما ينفعش الواحد ما يجيش، لازم نجيها كل أسبوع كل شهر على الأقل. سحر خاص بتتمتع بيه حديقة الأسماك خصوصا في المناسبات والأعياد. هشام الرباط هنا العاصمة.